أشنو هي الجماعة؟ الجماعة كتشكل مستوى ومستويات تنظيم ترابي في بلادنا، وكتعتبر أصغر وحدة ترابية في الإطار اللامركزي. كنقدروا نعطيو أمثلة بحال جماعة الخميسات، جماعة ابن جرير وغيرها من الجماعات. الجماعة هي مؤسسة دستورية، يعني تحكمها الدستور المغربي، وكينظمها القانون التنظيمي 113-14. هذا القانون هو اللي كيوضح لنا كيفاش الجماعات الترابية كتدبر شؤونها بطريقة ديمقراطية وشفافة. بالنسبة للمرتكزات اللي كتخدم عليها الجماعة، كاينين ثلاثة ديال المبادئ أساسية. أولا، مبدأ التدبير الحر. هذا المبدأ كيمنح الجماعة الاستقلال المالي والإداري، وكيعطيها الحق باش تتخذ قراراتها وتنفذ مداولاتها بطريقة ديمقراطية وقانونية. ثانيا، مبدأ التعاون والتضامن. هذا المبدأ كيعني أن الجماعات خاصة التعاون فيما بينها. مثلا جماعة بنغرير يمكن لها التعاون مع جماعات أخرى بحالها كجماعة المحمدية، أو حتى مع جماعات ترابية أخرى بحال الجهات والأقاليم. ثالثا، مبدأ التفريع. هذا المبدأ مهم، وكيخول الجماعات تقسيم الاختصاصات ديالها ثلاثة ديال الأنواع. الاختصاصات الذاتية هي اللي كتكون من مسؤولية الجماعة بوحدها في حدود مواردها المالية والبشرية. الاختصاصات المشتركة وهي المهام اللي كتكون مشتركة بين الجماعة والدولة، وغالبا كتكون متعلقة بالمشاريع الكبرى. الاختصاصات المنقولة، وهنا الدولة كتنقل بعض الاختصاصات ديالها للجماعة باش تنفذها. في النهاية الجماعة هي مؤسسة محلية كتسهر على تقديم خدمات القرب للمواطنين والمواطنات، وكتساهم بشكل مباشر في تنمية الشأن المحلي في مختلف المجالات.